في فوضى او في قله تنظيم في موضوع التصاريح. انا هحكي لك الحكايه باختصار. انت زمان كنت شغال وفق اليات معينه، كنت بتشتغل مع قطاع الانتاج اتحاد الاذاعه والتلفزيون، بتشتغل مع صوت القاهره اتحاد الاذاعه والتلفزيون، بتشتغل مع مدينه الانتاج الاعلامي، هيئات حكوميه كلها، هيئات حكوميه كانت هي اللي مسيطره حتى على المنتج المشارك او المنتج المنفذ. لما بيحصل اي حاجه النهارده خرج الانتاج من عباءه الدوله، اصبح انت بتشتغل مع محطات بعضها لا يدار من عندك من هنا، بيدار من بره. انا بعضها بشوف المسلسل على الهواء زي زيك. هو المفروض ان المسلسل ده بيعرض على النقابه او بيعرض منه احنا حاجه؟ احنا بيتعرض علينا لما بيعوزوا ياخدوا تصريح بانهم يصوروا خارجي او اذا كان في تصريح. خلاص وبيتم الموافقه بناء على ايه؟ في بقى اللي هي ايه؟ موافقه ان انتوا تديهم تصريح للتصريح. موافقه في لجنه بقى للتصريح حتى معايير معينه. انما انا رحت يا احمد قابلت كل اصحاب الشركات، كلمت كل المخرجين، كلمت كل النجوم، كلمت المنتج الفني والمنفذ، وترجتهم ان احنا نحترم بعض. انما انت في عبث، انت هذا الملف في عبث. انا لما جيت قلت في يوم من الايام يا جماعه انا مش عارف اتكلم مع مين، ضحكوا عليا. النهارده انت بتلاقي قيادات، على ما تروح تاني يوم تلاقي قيادات تانية في المحطات الفضائيه. صح الله. عندي ممثلين كتير ليهم فلوس عند المحطات، والمحطات ليها فلوس مش عارف عند ايه. طب ايه دور النقابه يا دكتور في 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 تحصيل او حفظ حقوق الفنانين اللي ليهم فلوس عند منتجين؟ شوف احنا او عند محطات. كويس جدا. احنا بنبذل اقصى جهد عشان نجيب الحقوق بشكل ودي. لما ما بنعرفش نجيب الحقوق بشكل ودي عندنا طرق اخرى، ممكن وقف التعامل مع الجهه، او وقف التعامل مع المنتج، او التضامن مع العضو في ابلاغ النيابه او ابلاغ الجهات القضائيه. الفكره انا ما بحبش الجا للوسائل العنيفه، لان احنا مهنه عددها محدود وفئه محدوده، لكن احيانا ببقى مضطر ان انا اعمل كده. لكن ما هو المشكله ان انت عندك محطات، وده موضوع قدام كل الناس، في اكتر من 5 6 شركات لديها يعني عندها حقوق ومديونيات لدى المحطات تتجاوز ال 200 مليون. دي حقيقة. انا رحت بنفس المحطات، ما هو المنتج يا عم قال والله ما خدت من المحطه. رحت المحطه قالوا احنا بنقر ونعترف، بس اصل في تغيير، اصل هيحصل ايه، اصل مش عارف ايه. يعني احنا شغالين، احنا مش ممكن نتباطا او ان احنا نتهاون في حقوق اعضائنا.